المشكل اللي وقع ما بين هذا اليوتيوبر والزوج ديالها مشكل حتى ديال بيت الزوجية، يعني بيت الناس خرج لبرا. شديتي 500 ألف واحد قررتيهم بطريقتك اللي هما حاليا كيدافعوا عليك. انت قد وحده في بناتي وتقول لي يا حمار. الا بين هنا شي كلمه ديال الحبس يقولها ليا، انا ما عنديش انا هنا كلمه الحبس. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. كنتواجدوا في مدينه المحمديه في موضوع بعض الفئات في الراي العام كتبعوا فيه نقاش في أشياء اللي صراحة لا يتقبله العقل ولا يتقبله المجتمع. حاليا معنا دريس وغريس، الرئيس الإقليمي المنظمة حقوق الإنسان والدفاع الحريات بالمغرب. شق ديال المجتمع المدني شق مهم لتوعية الناس والإسهام في التنمية الشباب ذكورا وإناث، إلا أن بعض الفئات لها رأي آخر في أمور سلبية، وهذا سوف يكون إشكال كبير مع المنظمات والجمعيات الحقوقية. غادي نشوفوا الموضوع مع السي دريس. السي دريس، بحكم أنكم كتمثلوا الحق المدني، مجموعة من السلوكيات من أجل المال في هادشي لادسنس شفتيها في الواقعة ديال حسي ديال الاشكاليات اللي ما تيتقبلهاش العقل، افساد النشئه بكل من الكلمه من معنى. كيفاش كتشوفوها انتم والشق القانوني اللي اتخذتوا في هذا الامر؟ اولا السلام عليكم ومرحبا بكم معنا، وكنشكركم حتى انتم على حضوركم وعلى مشاركتكم معنا في هذا الواقعه اللي حنا كنعيشوها اللي كنسميها انا واقعه، وربما انها حتى معركه لمحاربه كل ما هو تافه في بلادنا. بالنسبه لينا حنا هاد القضيه ديال هادشي ديال اليوتيوبر او لا حتى هاد الناس اللي كيشاركوا في هادشي ديال مواقع التواصل الاجتماعي، الا ما كنتيش غتعطيني شي حاجه هادفه وتنفع الاجيال وتنفعنا حنا اللي معاك حاليا وتنفعك حتى انت براسك، تدي عليها اجر وتاخذ عليها حتى الاجر المادي بلا ما تدخل ليها. راه واحد الوقيته ملي خرجت هاد العولمه وخرج هادشي ديال التكنولوجيا، راه الدول الغربيه خافت علينا حنا المغاربه وعلينا حنا الناس ديال دول العالم الثالث، خافوا علينا منها، عرفونا ما غنعرفوش نستغلوها ما غنعرفوش نستعملوها الا ما خرجناش على روسنا بها. وللاسف الشديد واقيلا يمكن راه حنا وصلنا للهضره ديالهم، لان اغلبيه المغاربه اللي كيستعملوا هذا الشيء ديال التواصل الاجتماعي الا في حاجه تافهه، الا من رحم ربك. نتمنى من الله على ان هاد الناس هادو يعاو على ان هاد الثقافه اللي كاينه في التكنولوجيا وكاينه في هاد العولمه راه ثقافه شبيهه بدوك الكتب اللي حنا كنا كنقراو من قبل. يكفي انك تعرف غير كيفاش تقلب وتعرف كيفاش وفين تدخل وفين تبحث. والحمد لله راه حنا كاينه عندنا واحد النخبه من الناس اللي هما تبارك الله عليهم، يعني كنشكروهم من المنبر ديالكم، اللي منهم حتى انتم تبارك الله اللي يعني التاريخ ديالكم وكيشهد لكم على انكم ناس جمعويين، ناس كتناضلوا من اجل التنميه ومن اجل توعيه المجتمع المغربي. في هذا الاطار هذا كمقدمه، انا غادي نناقش معك امور في الموضوع. الظاهرة ديال الروتين اليومي، سلوكيات في صفوف الإناث حدث ولا حرج، من موراها ولا عندنا التراشق في الكلام بين الأطراف بين بعض الفئات بكلام نابي وساقط. آخر المرحلة هو خلق سيناريو من أجل فيلم مفبرك، واش هو زواج حقيقي نعم أم لا، تدخلوا فيه العائلات بسب شتم بإهانة بأعراض الناس. كلام أمور أصلا تتعلق بين الزوج والزوجة كتقال للرأي العام شباب طفولة تنتهك بهذه الطريقة في الإفساد. بغيت معاك جواب كحقوقي في الموضوع وحدد معايا وعرفتيني علاش كنتكلم. طبيعة الحال زعما نقطة مهمة هذه وأهم فيها، وهو دائما كندوي على السوشيال ميديا. حنا دائما شوف إذا خرجتي للشارع المغربي كتلقى السوشيال ميديا مطبقة في الشارع المغربي. هاد القضيه اللي قلتيها انت ديال روتيني وديال هاد المسلسلات وفبركه المسلسلات وفبركه المواضيع الاجتماعيه في قالب السوشيال ميديا وفي قالب كيقلبوا فيه على البوز وعلى الفلوس،
خلات الناس كتبتعد على القيم الإنسانية بالدرجة الأولى. حنا كمنظمة حقوقية كتنشط في حقوق الإنسان راه كنبحثوا على القيم الإنسانية فينا هي بأول حاجة. ثاني حاجة وهي أنك ملي كتخرج وكتجسد ليا المنزل ديالك دابا ولات باش نرجع للموضوع ديالنا نبقى فيه من بعد. المشكل اللي وقع ما بين هاد اليوتيوبر والزوج ديالها مشكل حتى ديال بيت الزوجيه يعني بيت الناس خرج لبرا. هنا اش علمتي ليا لولادي انا هنا اش علمتي ليا لولادي اش علمتي للجيل المغربي الصاعد اش علمتيه؟ علمتيه قله الحياء ما يحشمش من الكبير وما يحشمش من الوالدين وما يحشمش من المعلم وما يحشمش من الاستاذ ما يحشمش من المثقف. من غيحشم غيحشم من هذاك اللي السيف يعني خاف فقط. هنا هو افساد الناشئه هذا طبيعه. هنا من هنا كيبدا الافساد. ملي كيبدا الافساد كيبدا من اقرب حاجه ليك وهي داك البورطابل ولا داك الطابلات ولا داك البيسي ولا كتقرب له الشارع كتجيبو له عنده. وفي الاخير اخذت هي من الجراه ما يكفي وقامت باستحمار المجتمع. يعني هذا الراي الاول على افساد الناشئه. شويه دخلنا المجتمع باكمله كبارا وصغار عطاتهم مصطلح الاستحمار. انتم كحقوقيين كيفاش كتشوفوا هادشي؟ بالله عليك ملي كنولي كندخل انا لاسمي كنلقى في الكونت ديالي زباله فلوس وكندخل القناه ديالي كنلقى فيها 500,000 600,000 حتى المليون ديال المشاهدين. شنو بغيتي تعطيني وانا غير مؤثر؟ غتعطيني ديك الكبرانيه وتعطيني ديك العنطريه وتعطيني ديك سميتو نخرج نقول لك عليك حمار حاشاك ونقول عليك شي كلام اللي ما عمرك نوي انك تسمعو. علاش؟ حيت راه كنرجعو كنقولو التأطير. راه هذاك التأطير علاش كنقلبو؟ باش ما غير باش ما نظلموش جهه على جهه. هاد السيده دي ربما كل قالت لي أطرها واللي غادي يقومها مزيان رغم انها داز في واحد المراكز ديال التأطير ودير كذا الا انها ملي خرجت من ذاك المراكز خرجت للواقع الاجتماعي ديالها في الاسره ديالها ما لقاش التأطير. هي داز في حمايه الطفوله بطبيعه الحال وكاين اشهاد عليها وهي بنفسها راه كتشهد على الامور هذه. حنا الماضي ديالها ما كي يعني شوف الا كان الزوج ديالها ما سولش في الماضي انا ما نسولوش. حنا في الماضي حنا ماشي شغلنا. انتم تناولتم الشق القانوني في هذا الامر ضركم هادشي وكذلك مجموعه من المنخرطين اللي عندكم في الجمعيه والسيدي الكريم درتوا شكايه في الموضوع. نعم. كيفاش كتشوفوا الامور؟ احنا بناء على الماده 286 من قانون المسطره الجنائيه المغربيه اللي كتخول لنا اننا نتابع اي واحد في السوشيال ميديا في فيسبوك في اي حاجه في هادشي اللي سميتو كيخول لنا اننا نقدموا شكايه. احنا درنا شكايه للجهات اللي كنآمنوا بها وعندنا فيها الثقه وعارفين بها فيها ناس في المستوى وعارفين كيفاش يجيبوا للمغاربه حقهم بعد ما استحمرتي وما استاذتي. غنسميك استاذتي لانك وليتي شديتي 500,000 واحد قريتيهم بطريقتك اللي هما حاليا كيدافعوا عليك ربما كاع. هنا لو كان خرجتي وقلتي كنستحمر لي فان ديالي نقول لك منك اليوم. انت خرجتي قلتي كنستحمر المغاربه ومعايا ناس اخرين كيستحمروا المغاربه. راه هاد الشكايه هادي راه ما دخلناهاش للحبس. شكايه هادي فقط. حنا بغينا غير نرد الاعتبار المغاربه. اوا والصعيب علينا ناخذوا الاعتبار ديالنا نردوا الاعتبار ديالنا ما صعيبش. بغينا نردوا الاعتبار. انت قد وحده في بناتي وتقول لي حمار. ملي كتقول لي كنستحمر المغاربه قلت لي راك حمار. ما قبلهاش منك ابنتي الا ما ربوكش والديك. اللي قالك لي ما ربوش والديه المخزن يربيه. هكا كنعيشوا حنا في الواقع ديالنا المغربي في المجتمع المغربي. للاسف 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 ما غاديش نبخص العمل ديال الجمعيات وانما للاسف بعض الجمعيات خداو الاتجاه المضلل للواقعيه واللي خصو يكون في المجتمع المغربي. وقالك حنا كنساندوا هذا. الله يعاونكم الله يسهل عليكم. احنا طلبنا الله في واحد الوقت وقلنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. انتم اخويا واقيلا قريتوها بالمقلوب. الله يعاونكم الله يسهل عليكم الله يكمل لكم بخير. احنا راه حنا كنعطيكم بوجور كنقول لكم مزيان تساندوها ولكن السؤال راه غادي يبقى مطروح عليكم في واحد العدد من المسائل.
راه عندها اصدقاء ديالها وسمحوا فيها. انتم كجمعيه هادو اصدقاء ديالها كانوا كياكلوا وشربوا فيها وسمحوا فيها ملي وقع عليها مشاكل. انتم كجمعيه زعما غتستمروا معها؟ نتمنوا من الله سبحانه وتعالى فعلا تكذبونا وتستمروا معها وتاثروها. هي قالت لك ودي انا بغيت نبدا حياتي. لانه يجب الحد لهذ الامور صراحه. من طبيعه الحال حنا علاش التجانا للجهات المختصه؟ هذه الشكايه استاذي تقدمات ماشي على قبل باش نحبسوا هذه السيده. اللي غيقرا لي هنا كلمه الحبس الا بين هنا شي كلمه ديال الحبس يقولها لي. انا ما عنديش انا هنا كلمه الحبس. حنا طالبين رد الاعتبار للمغاربه. اقل شيء كنطلبوه كما طلبنا فاش خرجوا وزراء وبرلمانيين وعايرونا وقالوا علينا بالراه حنا ناقصين تربيه وقالوا علينا على اننا مداويخ. راه حنا خرجنا وطلبنا رد الاعتبار. ملي ما عطاوناش رد الاعتبار درنا المقاطعه. ربحنا في المقاطعه حمدنا الله وشكرناه. الشعب المغربي واعي وكيعيش تحت الظل ديال عاش الملك وكيعيش تحت الظل ديال الله الوطن الملك. ما كيلومو شوف ما كيخاف من حتى واحد. الشعب المغربي الشعب المغربي شعب نقي تبارك الله شعب واعي شعب كيعرف اش كيدير. شي فئه ماشي هي هذيك ولا سميتو حنا كنحاربوا هذيك الفئه اللي ماشي هذيك كنحسبوهم من الخوانه ومن خدامي اجندات ديال وحدي. حتى حنا كنحاربوهم والتاريخ ديالنا كيشهد لينا. دخل لعندي الصفحه في الفيسبوك نعطيك الصفحه نكتب لكم الصفحه ديالي الرسميه. دخل اقرا مع راسك شوف مع راسك اللي كيسول عليك يقول لي اش درتي انا نوريك اش درت. والحمد لله راه الصيد ديالنا راه حنا ربي سبحانه وتعالى منقي لنا الصفحه ديالنا. سيد الرئيس بصفتكم رئيس الاقليمي للجمعيه ديال حقوق الانسان بطبيعه الحال كنشكروك وكنتمناو انه هذا الخط بهذه الطريقه يكون فيه وعي للمغاربه وكذلك ضرب من حديد كل من سولت له نفسه انه يسيء للناشئه ويسيء للمجتمع. شكرا لك مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا حوار شيق مع السيد الرئيس في الموضوع اللي جو المغاربه كيتبعوه صراحه يحز في النفس. حاليا بعض الخرجات ديال الاطراف اللي هي في الموضوع تخاف من السجن ولا تخاف من اكراهات اللي غادي تبقى عندها في الحياه كامله مع وليداتها مع زوجها غادي تسجل عليها في التاريخ ديالها في المغرب. وهذا هو الاشكال. ما يهمنا هو الإسهام بقوة في كل ما يتعلق بالمساهمة في ضخ أفكار صائبة للمجتمع. الشباب ذكورا وإناث لهم مستقبل في الحياة ولكن يجب أن يكون بمنهجية محكمة وكذلك بحكم أننا في دولة إسلامية. إلا أن بعض الفئات لها رأي آخر فدور المجتمع المدني يقف سدا منيعا لمثل هذه الفئات. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن شكرا لكم.